السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ سمحوا لي، المهم الشده ديال التليفون ماشي بروفيسيونيل، ما دايره لا سيبورا لا والو، شاده بيدي. وكيف كتشوفوا الديكور ايضا، انا ماشي في المحل، ماشي في كازا، ماشي في مراكش، انا في عطله، انا شاده كوجي. ايه كوجي؟ انا جيت فقط يعني هنا لمدينه اكادير. كيف كتشوفوا الجو؟ يعني الله يلا زوين. شوفوا هذا يعني هذا الورود اللي ورايا، بالفعل انا كنحماق على هذه الاجواء، يعني الاماكن اللي تكون كالم وحدا البحر وهذا. وجينا ان شاء الله نعيدوا معاهم، وبزاف ديال الناس قالوا لي غبرتي علينا، راني ما نقدرش شنو غنصور لكم، يعني دابا ما كايناش في المحل، ما عنديش لي برودوي باش ندير شي مراجعه ولا شي حاجه، ولكن قلت نطلع لكم من هاد فقره الى القلب الى القلب. سمحوا لي الا سمعتوا شي ضجيج ولا شي ماع ولا شي باع، ضروري داكشي منه، حنا دابا راه اجواء العيد. المهم قولوا لي بعدا كي دوزتوا ديك الاجواء ديال الشريان الحولي، انا راه نعاودوها لكم بحال الخرافه. كنت غادة انا والوالدين ناويين نشري، وبانت لينا والله ما كنكذب، بانت لي واحد الحاوليه عرفتي في الطريق بوحدها، غادة ما عرفتش منين خرجات، واحد البلاصه خاويه بانت لينا ديك الحاوليه، النعجه، حنا كنقولوا النعجه ولا الحاوليه. والو قلت الوالده هو جاب لنا الله العيد الكبير، راه نجرو نشد انا رجل وانت رجل، ما شفنا حد ونعيدو بها، وداك الشيء ديال العيد نديرو به حاجه اخرى. قالت لي لا لا بنتي، قالت لي شري لي دابا باش يحلل لينا الله، يعني يقبلها لينا. وبالفعل يعني اتقينا الله، ماشي مشكله هذيك، خلينا ما عرفش شكون اللي تكون مكتبه عليه، وما عرفش هي بالفعل والله الا لقيناها سبحان الله غدا بعده. قلت ما شكون هذا مرضي الوالدين اللي هتكون من نصيبه. ومشينا بالفعل، يعني بالفعل حتى الشريه ديال هذا العام في شكل عتي راه ما قصتو، ما درت ليه والو غير ديك القضيه ديال شفتو شافني وعجبتو وعجبني، عجبني وعجبتو، واش انا الاولى شفتو وشافني وعجبني وعجبتو والله الا شريتو غير بالشوفه، ما عرفتش كيقول لي لا ديري ليش قلبيه، يعني ديك ماك عارف داكشي كلشي دوك المعايير والو. قلت لهم هذا نخدم معاه غير الحاسه السادسه، وبالفعل جاب الله التيسير. بعدا باللي جبناه قالوا لي راه كلشي مزيان، ما تخافوش عليا انا كلشي داكشي عندي سانك سانك. وكيف وعدتكم راني شاركت معكم الاجواء ديال البحر في لي ستوري في الانستغرام وفي الباج، كي جاكم داكشي تا هو كا ولا ماكا. المهم قلت نطلع لكم، واهم حاجه قلت نتمنى لكم يعني ان شاء الله عيد مبارك سعيد بكل ما تمنيتوا بالافراح والمسرات، واهم حاجه يا ربي تحقيق الاماني لنا جميعا، يعني اللي بغى شي حاجه يا ربي يكمل عليه بالخير وبالتيسير ويسر لنا الامور ديالنا جميعا. وصافي هذا الشيء اللي جيت نقول لكم، وان شاء الله انتظروا يعني الجديد ضروري، ورا يعني ورا العيد مباشره غادي نرجعوا للخدمه ديالنا، الاجواء تاني ديال المحل والبيع والشراء والمراجعات، اي حاجه اللي كنت وعدتكم بها اكيد من بعد العيد غادي يعني ان شاء الله غادي نديروها. صافي هذا الشيء اللي جيت، ما بغيتش نغبر عليكم، بزاف المتابعين تواصلوا معايا في الخاص قال لي حسنا غبرتي بزاف، قلت لهم راه دابا جات العطله، يعني اصلا الصيف انا ما كنكونش يعني ما كيكونش داك الانضباط، حيت كتسافري من هنا لهنا لهنا كتقادي الخواطر، يعني ضروري ما كتكونش ديك لا ديسيبلين. ولكن ان شاء الله انا نوعدكم من بعد نرجعوا، يعني من بعد الصيف وهذا راه غنرجعوا ان شاء الله كيف ما وعدتونا، الحيويه والنشاط علاش لا، كيف تعودتكم في واحد الفتره فيديو كل نهار. المهم خليت لكم الصحه والسلامه وعيدكم مبارك سعيد، وما تنساوش تقولوا لي كيف خرجت دوارتكم، انا ان شاء الله غادي نشارك معكم اكيد يعني بعض اجواء العيد في الفيسبوك ولا الانستغرام. وتا نتوما اللي عنده شي حاجه يعني شاركها معنا. يلا السلام عليكم.